الإنسان ولا بقضايا الوطن، إلى درجة أن الأمم المتحدة كتبت رسالة للكويت إذا لا تستثمر هذه الأموال 3 مليارات سوف يتم استرجاعها مرة ثانية إلى الأمم المتحدة. وإلى الآن هذه الرسالة تبين مدى عجز الحكومة على القيام بواجبها. وبالتالي الأخ وزير النفط، اللجنة اللي مسؤولة على هذه القضية لازم تبدل ولازم يتغيرون وتجيب جهاز كفو قادر على معالجة القضايا البيئية والاستفادة من هذه المبالغ لمصلحة البيئة ولمصلحة البلاد، أو أنه مثل ما قال الدكتور خليل والأخ شعيب مويزري أن يتم تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. لا يمكن أن الأمم المتحدة تخصص 3 مليارات لدولة الكويت لمعالجة القضايا البيئية ويكون هناك عدم اهتمام ولا مبالاة من الحكومة في هذا الجانب.